صباح الخير، هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء دائما من الميادين وفيها. أوكرانيا تعترف بسيطرة القوات الروسية على خيرسون، والأخيرة تفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق المواجهات. أوستن يستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا تجنبا لمواجهة مع روسيا، وبلينكين يصف تلويح بوتين بالقوة الاستراتيجية بالخطوة الاستفزازية. موسكو تقرر طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة. شبان يطلقون النار على قوات الاحتلال في نابلس واعتقالات في جنين بعد اقتحامها فجرا. أهلا ومرحبا بكم. أكد مسؤولون أوكرانيون فجر اليوم أن الجيش الروسي سيطر على مدينة خيرسون في جنوب البلاد. إلى ذلك تواصل قوات دونيتسك الشعبية محاصرة مدينة ماريوبل الاستراتيجية. وقد أعلن الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية للأوكرانيين للخروج من مناطق القتال. في مدينة كييف انتشار مكثف للجيش الأوكراني وللمتطوعين، حواجز على الطرقات الرئيسية ومكعبات إسمنتية لتخفيف حركة المرور والالتزام بالتعليمات التي أعلنها عمدة كييف للمواطنين. مدينة كييف عاصمة أوكرانيا في حالة حرب، أصوات انفجارات وأحيانا أصوات اشتباكات مجهولة المصدر. الجيش الأوكراني والمتطوعين أحد طرفي هذه الاشتباكات. المتطوعون لمن الأمرة عندهم؟ هل يخضعون لسلطة كييف أم أنها حالة الحرب تتحلل كل السلطات في الظروف الاستثنائية؟ كييف التي يهاجمها الجيش الروسي من منطقة الشمال من تشيرنيغف وإربن وأيضا من دوبرينكا على الحدود مع بيلاروسيا، علما بأن كييف اتهمت روسيا البيضاء بأنها أرسلت قوات إلى الجبهة للمحاربة مع الجيش الروسي، والأمر الذي نفاه ألكسندر لوكاشينكا الرئيس البيلاروسي، وأكد أن بلاده لا تشارك في العمليات البرية في أوكرانيا، وفقط سمحت للجيش الروسي بإطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية في أوكرانيا. لحظات صعبة تعيشها كييف التي بدت خالية من سكانها، كثر آثروا الرحيل عن مدينتهم التي كانت جميلة. الآن كييف لم تعد كما كانت، هنا في الشوارع، هنا في وسط المدينة حيث كان يلتقي الجميع في هذه الساحة، أصبحت فقط للعسكر، للجيش، للأمن، والأمرة لمن على الأرض. عباس صباغ من مدينة كييف، الميادين. ومعنا من سيمفيروبل مفاد الميادين إلى القرم سلام العبيدي. سلام، صباح الخير. نسألك بداية عن آخر التطورات الميدانية، علما بأن أوكرانيا اعترفت بسيطرة القوات الروسية على خيرسون فجر اليوم. صباح الخير مايا. بالفعل القوات الروسية سيطرت على مدينة خيرسون منذ حوالي يومين، لكن الجانب الأوكراني رفض الاعتراف بذلك لأنه بعد أن تم تقديم كل الأدلة على سيطرة القوات الروسية على هذه المدينة وعادة الحياة بشكل طبيعي إليها، لم يعد بوسع الجانب الأوكراني الاعتراف بهذه الحقيقة، أن ينكر هذه الحقيقة. لذلك الآن فقط اعترف بهذا بسيطرة القوات الروسية، لكن كما قلت هذا الموضوع حسم قبل يومين من الآن. الآن العمليات العسكرية تجري بشكل أساسي على محورين أساسيين، هما ماريوبل حيث تجري معارك في شوارع هذه المدينة بعد إحكام طوق الحصار عليها، وأيضا في خاركوف حيث يعني يحاول الجيش الروسي فرض سيطرته الكاملة على هذه المدينة، وقام بقصف مواقع القوات التي تدافع عنها، وأيضا في تطور له علاقة بخاركوف وبطلب من سكان مقاطعة خاركوف
وصلت إلى هذه المقاطعة وخاصة إلى المناطق الحدودية مع روسيا معونات إنسانية تقدر ب30 طنا بطلب من سكان تلك المناطق. يعني السكان الأوكرانيين طلبوا من الجانب الروسي مساعدات إنسانية نظرا لشحة المواد الغذائية، فلذلك روسيا أرسلت وبرفقة العسكريين أرسلت 30 طنا من المساعدات الإنسانية وهي بدرجة أساسية مواد غذائية. طبعا اليوم الكل ينتظر انطلاق المفاوضات، الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. الوفد الروسي وصل مساء أمس إلى المنطقة المحددة لإجراء هذه المفاوضات، ويفترض أن يصل الوفد الأوكراني صباح اليوم إلى تلك المنطقة على الحدود البيلاروسية البولندية. طبعا بشكل عام الأوضاع على الجبهة تتطور وفق السيناريو الذي وضعته القوات الروسية. هناك تقدم للقوات الروسية من الجنوب نحو مدينة دنيبر وأيضا نحو مدينة أوديسا، ويتوقع أن تشهد أوديسا أو مقاطعة أوديسا بعض العمليات العسكرية هذا اليوم بعد أن وصلت طلاع هذه القوات إلى مدينة فاسكريسينك على الحدود بين مقاطعتي نيكولايف وأوديسا. أيضا لا بد من الإشارة إلى أن الجانب الأوكراني المنزعج من تعاون بعض الإدارات الأوكرانية في المناطق التي تدخلها القوات الروسية تمارس عمليات الخطف والاعتقال والاغتيال ضد رؤساء تلك الإدارات. وعلمنا اليوم بأن عملاء جهاز الأمن الأوكراني اغتالوا عمدة مدينة كريمنايا. هذه المدينة تقع على الحدود بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. هناك الكثير من الحالات المشابهة التي يتم من خلالها اعتقال أو اغتيال رؤساء تلك الإدارات التي تتعاون مع الجانب الروسي. كان ذلك على سبيل المثال في منطقة تقع في ضواحي خاركوف، أيضا تم اعتقال عمدة مدينة صغيرة هناك أيضا بسبب تعاونه مع القوات الروسية واستمح لهم بالدخول إلى المدينة والمرور عبرها في اتجاه مدينة خاركوف. نعم سلام، قبل قليل تحدث عن أن العالم كله يترقب انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني. انطلاقا من متابعتكم لهذه الجولات، أسألك على أي أساس اليوم تحصل هذه الجلسة الجديدة، علما أن هناك نوع من تكتم على مخرجات هذه الجولات؟ مايا، الجولات الثلاث السابقة كانت في البداية يعني كما قال الجانب الأوكراني أنه كان يريد أن يستمع إلى بماذا سيدلي الوفد الروسي. الوفد الروسي جاء بوثيقة واحدة وهي الشروط التي حددتها القيادة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين تحديدا حول سبل يعني انهاء المشكله الاوكرانيه، وهي اولا اعلان اوكرانيا حيادها التام وعدم الانضمام الى حلف شمال الاطلسي، نزع الاسلحه الاوكرانيه، عدم السماح لاوكرانيا بامتلاك اسلحه دمار شامل، يعني تحييد هذه القدرات الموجوده اساسا في اوكرانيا. والمساله الاخرى هي تفكيك التشكيلات النازيه الموجوده في اوكرانيا والتي تقاتل في اوكرانيا وخاصه في المعارك الجاريه الان، وهذه هي الشروط التي كانت يعني منذ البدايه بالنسبه لروسيا. الجانب الاوكراني لم يكن لديه اي ورقه يناقش فيها، فقط كما قلت جاء للاستماع الى ما سيقوله الوفد الروسي. ولذلك بعد ان تم يعني ايصال الفكره الى الجانب الاوكراني، الجانب الاوكراني يحتاج الى ان يعود الى اوكرانيا ويتناقش في هذه المسائل مع القيادة الأوكرانية، والآن يفترض أن يأتي إلى المفاوضات وله تصورات أو له موقف يبحثه مع الجانب الروسي. لكن الواضح أن الأوكرانيين يماطلون في هذه المسألة، وهذا دليل على أن كييف ليس لديها إرادة مستقلة، ليس لديها موقف واضح، لذلك هي تحتاج إلى أن تستشير رعاياها في يعني تستشير الجانب الأمريكي خاصة في كيفية التعامل مع هذه المفاوضات وأي موقف يجب أن تتخذه في هذه المفاوضات اعتمادا على تطورات الميدان والسياسة. هناك تعويل في كيف على أن
المزيد من الضغط السياسي والضغط يعني ضغط العقوبات على روسيا. نعم. والعقوبات يعني بلغت مستويات غير مسبوقه قد يؤثر في تغيير الموقف السياسي الروسي، لكن واضح ان الكرملين ليس مستعدا ان يتراجع قيد انمله عن تلك الشروط التي وضعها، لانها هي مساله امن قوي بالنسبه لروسيا، وهي مساله مواجهه شامله بين موسكو والغرب. نعم. اشكرك الزميل سلام العبيدي ومفاد الميادين الى القرم، كنت معنا من سنفيروبل. وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن استبعد فرض منطقه حظر طيران فوق اوكرانيا تجنبا للمواجهه مع الجيش الروسي. الرئيس بايدن أوضح أن الجيش الأمريكي لا يريد الحرب مع روسيا، وفرض منطقة حظر طيران سيشمل حتما الطائرات الروسية، لذا فإن فرض منطقة الحظر فوق أوكرانيا سيضعنا في حالة حرب مع روسيا. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لأوكرانيا لضمان وقف لإطلاق النار مع روسيا. بلينكين قال في مؤتمر صحفي إن بلاده تترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي، وأضاف أن التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات، ووصف تلويح بوتين بالقوة النووية بأنها خطوة استفزازية بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية ليس مستبعدا، وقال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان مخطئا عندما اعتقد أن الغرب وحلف الناتو لن يرد على الحرب على أوكرانيا. كلام بايدن جاء فيما أكد البنتاغون استمرار تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا. جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هجومه على روسيا والرئيس بوتين. بايدن أشاد بما وصفها بنتائج العقوبات الغربية التي جعلت موسكو أضعف بحسب تعبيره، وأشار الرئيس الأمريكي إلى استمرار الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الأمريكي لأوكرانيا. أمضينا ساعات لا تحصى في توحيد الحلفاء الأوروبيين، لقد واجهنا الروس من خلال إخبارهم بما تم التخطيط له، والآن العالم الحر سيحاسبهم. بوتين أصبح الآن معزولا عن العالم أكثر من أي وقت مضى، وسنواصل مساعدة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده. وفيما أكدت الإدارة الأمريكية استمرار وصول مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، أعلنت تأجيل مناورات خاصة بصاروخ باليستي عابر للقارات في رسالة اعتبرها البعض مطمئنة لموسكو في هذا التوقيت. تستمر المساعدات الأمنية في التدفق من الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا وشركائنا حتى آخر 24 ساعة. نبذل قصارى جهدنا للحصول على أكبر قدر من المساعدات الأمنية للأوكرانيين بأسرع ما يمكن. البيت الأبيض كشف النقاب عن عقوبات وقيود جديدة استهدفت روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك حظر تصدير معدات استخراج النفط والغاز الروسي، وحظر تقنية التكرير وإنتاج السلاح. فيما أعلنت وزارة العدل تأليف لجنة عمل خاصة لملاحقة الأصول المالية الروسية للحكومة والمقربين منها. تقول الإدارة الأمريكية إن الموجة الجديدة من العقوبات تستهدف بالدرجة الأساس الصناعات العسكرية الروسية بهدف إضعافها على المدى البعيد، وكذلك استمرار محاولات عزل روسيا عن النظام العالمي. محمد كريم من البيت الأبيض في واشنطن، الميادين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا إن موسكو لن تتسامح مع ذلك وسترد ربما فيما يتعلق بالحضور الدبلوماسي في موسكو، وأضافت أن روسيا قد تطرد دبلوماسيين أمريكيين، وهي تدعو الجانب الأمريكي إلى التحلي بالعقلانية ووقف التصعيد. في موازاة ذلك أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة فيليبيو غراندي أن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ 1,000,000 خلال أسبوع. مفادة الميادين إلى الحدود الأوكرانية البولندية مريم عثمان زارت المنطقة الحدودية حيث رصدت تدفق آلاف اللاجئين. نتابع.
الآن تبدأ رحلتنا إلى الحدود الأوكرانية البولندية، حيث يتدفق الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود الهاربين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نحن الآن في إحدى محطات القطار في مدينة تشامشل، هذه المدينة التي تبعد حوالي 14 كيلومترا عن الحدود التي تشهد تدفقا كبيرا للاجئين الأوكرانيين الهاربين نتيجة العملية العسكرية. منذ وصولنا إلى محطة القطار هنا رصدنا أن هناك نوع من العنصرية تجاه الجنسيات الأخرى الغير أوكرانية. ضربونا على الحدود، الحدود فاش وقفنا حنا بقينا أول حاجة كانوا كيسبقوا الأوكران علينا، وحنا بقينا واقفين شحال واحد عربي، ماشي انا مغربي فقط، كاع الجنسيات العربيه ما عندهمش قيمه تما، كيعاملونا ككلاب. اصدقاء تاعي عطاهم شطابات وهزوا عليهم السلاح وقالوا لهم نظفوا المكان من الوسخ. جميع العرب اللي التقيت بهم هون جميعهم يعني يتواصلوا مع عائلاتهم ياخذوا عشان يرسلوا لهم فلوس، وحتى الاشكال انه هون كان معي شاب مغربي رسلوا له الفلوس على المونيغرام والويسترن ما قدر يحصل على الفلوس، يعني هذا الإشكال كبير للاجئين العرب. إلى هنا تأتي السلطات البولندية باللاجئين الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية عبر معبر ماتيكا، يأتون إلى هنا تقدم لهم المساعدات، وتجهز بولندا قطارا طبيا لنقل الجرحى الأوكرانيين، ووضعت أيضا قائمة تضم 1230 مستشفى لإرسالهم إليها. على هذه الحدود يتدفق الآلاف من المهاجرين كل يوم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهذه الحدود نفسها ستشهد على معاناتهم وستشهد على التعامل العنصري مع اللاجئين من غير الجنسية الأوكرانية. مريم عثمان من الحدود البولندية الأوكرانية، الميادين. الرئيس الأوكراني يدعو المقاتلين الأجانب إلى التوافد إلى بلاده للدفاع عنها، والدول الغربية لا تظهر امتعاضا على هذه الدعوات، فأي فوضى تقبل عليها أوكرانيا؟ وما مستقبل المقاتلين بعد انتهاء الأزمة؟ تقرير مهدي ديراني. المقاتلون الأجانب مفتاح الأطلسي وحلوله، هكذا يريد الغرب ومن معه الترويج للمقاتلين الأجانب في كل حرب أهلية أو ثورة ملونة، إلا أنهم في الحقيقة باب التخريب والفوضى. الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي ومع إعلانه تشكيل فيلق للمقاتلين الأجانب ربما أراد أن يعيد السلطات الروسية إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا إلى ذكرى دعوات واشنطن لمتطوعين للقتال إلى جانب أفغانستان. لكن سيناريو عام 1992 في كابول لن تكون نتائجه نفسها في أوكرانيا، فالمقاتلون الأجانب أينما ذهبوا ساهموا في الحرب الأهلية والاقتتال بدءا من العراق فليبيا وصولا إلى سوريا، وكأنها شفرة متداولة لتخريب أي بلد. دعوات زيلينسكي والتي تناقض تصريحاته السابقة تظهر مدى ارتباك السلطات الأوكرانية في التعامل مع العملية العسكرية الروسية وتوسعها، فهو تحدث منذ بدء العملية الروسية عن مقاومة شعبية وواكبتها الدول الغربية بحملات إعلامية تظهر وكأن كل الأوكرانيين في الشوارع يشاركون في القتال والتدريب. وها هو اليوم زيلينسكي يطلق استغاثاته للدول الغربية وتحديدا ليهود العالم للقتال معه، وكأنه مستعد لأن يجعل بلاده بؤرة للإرهاب فقط من أجل البقاء. المثير في المواقف الدولية على خلفية الإعلان الأوكراني هو عدم اعتراض دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة على هذه الدعوات، ما يؤكد مقررات المجتمع الدولي بالسعي لاستنزاف روسيا على أراضي أوكرانيا، وهذا بدوره يطرح تساؤلات عديدة بشأن حجم الفوضى التي تستشرف عليها أوكرانيا ومصير المقاتلين بعد انتهاء المعارك.
كشفت مصادر الميادين عن او مصادر للميادين عن نقل مئات المسلحين تركستانيين من داعش الى ريف ادلب الشمالي بالتزامن مع بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا ومع بدء ظهور فتاوى تشرع قتال السوريين في اوكرانيا ضد روسيا، ما يفتح باب التساؤل عن دور وظيفي للفصائل المسلحه في سوريا يمكن ان تؤديه في اوكرانيا. تقرير رضا الباشا. شكل هذا الإعلان للمدعو طارق الجاسم بوابة التساؤل عن دور يمكن أن تلعبه الفصائل المسلحة السورية التابعة لتركيا ضد روسيا في أوكرانيا. طارق الجاسم ينحدر من قرية ميزناز في ريف إدلب، شقيقه الأكبر الشرعي في هيئة تحرير الشام سعد الجاسم وابن عمي من يعرف بالأمير في الهيئة محمد العبد الجاسم. ولعل اللافت في الأمر هو أن يكون طارق ابن عمي عراب نقل المسلحين السوريين للقتال في ليبيا وأذربيجان محمد الجاسم أبو عمشة، أسماء وصلات قرابة تشير إلى دور وظيفي للعائلة تلبي من خلاله أجندات أجهزة الاستخبارات التركية والأمريكية. اليوم وخلال الأيام الماضية بدنا نسمع بشكل علني بدء الرغبة أو بدء وصول أو تواجد أو الدعوة إلى فتح ما يسمى القتال في أوكرانيا ضد الجيش الروسي. حقيقة الأمر هذا مخطط له منذ زمن بعيد، وهذا يتم بالتنسيق ما بين الجولاني والمخابرات التركية والمخابرات الأمريكية. تؤكد المعلومات للميادين نقل مئات المسلحين التركستانيين الذين كانوا في سجن غويران إلى ريف إدلب الشمالي، وتؤكد المصادر أن دور هؤلاء المسلحين مرتبط بالتطورات المقبلة، ولعل إصدار الشرعي السابق في هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطاني فتوى جواز القتال ضد موسكو في أوكرانيا يفتح بابا لنقل هؤلاء إلى كييف، ولا سيما أن القحطاني يعتبر اليوم الشرعي الأقرب من فصيل حراس الدين المتحالف مع داعش. أنا أركز على المجموعات الجهادية الأوزبكية والطاجيكية والتركستانية التي بدأت تخفف وجودها العسكري في جبهات سوريا، وذلك بالتنسيق بين محمد الجولاني والمخابرات الأمريكية من أجل دفعهم إلى الخروج خارج سوريا. وقائع ترجمها مسؤول صواريخ التاو فيما كان يعرف بجيش العزة سهيل الحمود المعروف بأبي التاو. الرجل أكد تواصل السفارة الأوكرانية في أنقرة معه للقتال إلى جانب كييف، مبررا توجهه هذا بأن محاربة موسكو أينما حلت واجب على الجميع. مسارعة مسؤولين كبار من الجماعات المسلحة السورية إلى المبادرة لفتح باب يشرع القتال في أوكرانيا تؤكد على الدور الوظيفي لهذه الفصائل التي دربتها واشنطن سابقا، وتسعى أنقرة اليوم لضمان استمرار وجودها. رضا الباشا، حلب، الميادين. أثار خروج الدبلوماسيين من قاعة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أثناء كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثار الكثير من الكلام في وسائل الإعلام، فماذا حصل؟ ما إن بدأ سيرجي لافروف مداخلته عبر الإنترنت في مجلس حقوق الإنسان بعد منعه من الوصول إلى جنيف حتى فرغت قاعة المجلس من أغلبية الحضور. للوهلة الأولى يسود الاعتقاد بأن هؤلاء الدبلوماسيين قد خرجوا من تلقاء أنفسهم وبنحو عفوي احتجاجا على العملية العسكرية الروسية، لكن في خفايا الأمور لم يكن ما حصل سوى عرض لسيناريو معد مسبقا وبإتقان وتم تطبيقه بإحكام من أجل إظهار روسيا معزولة في الأمم المتحدة. كانت الأمور جاهزة قبل بدء كلمة لافروف بنصف ساعة. اتصل المسؤولون الإعلاميون في السفارات الغربية بالصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة ومن بينهم مراسل الميادين لإبلاغهم بضرورة الحضور خارج قاعة مجلس حقوق الإنسان، لأن سفراء المجموعة الأوروبية سينفذون وقفة تضامن مع أوكرانيا وسيدلون بتصريحات خاصة لمن أراد من ممثلي وسائل للإعلام، ولكن من دون ربط ذلك بتوقيت مداخلة لافروف. تجمهر الصحفيون خارج القاعة ولم يتنبهوا لتوقيت مداخلة الوزير الروسي، وفي اللحظة التي بدأ فيها لافروف كلامه خرج الدبلوماسيون الغربيون وحلفاؤهم دفعة واحدة، فبدت القاعة فارغة إلا من نحو 30 دبلوماسيا رفضوا الخروج لعلاقة بلادهم مع روسيا أو لاختيارهم الوقوف على الحياد. المفارقة هي أن قاعة
مجلس حقوق الإنسان لم تكن يوما حتى قبل إجراءات كورونا مليئة بالمشاركين بهذا الحجم، والحضور في جلسة الافتتاح التي عقدت قبل يوم واحد فقط وهي الجلسة الأساسية لم يكن بهذا الحجم، ليتضح بعد ذلك أن البعثات الدبلوماسية الغربية وحلفائها أحضروا جميع الموظفين في هذه البعثات من دبلوماسيين وغير دبلوماسيين، لتبدو القاعة مليئة قبل كلمة لافروف وفارغة أثناء الكلمة. المفارقة الثانية هي أن هذا الحضور الكثيف الذي خرج من قاعة المجلس أثناء مداخلة لافروف لم يعد إليها ثانية، فالعرض المسرحي كان قد انتهى. موسى عاصي، جنيف، الميادين. المواجهات بين روسيا والحلف الأطلسي على أرض أوكرانيا مستمرة. ما هو المطلوب أمريكيا وكيف ظهرت الأسلحة المتطورة في كييف؟ هل نحن أمام مخطط كبير تتكشف معالمه في اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية؟ غراسيا بيطار والتفاصيل. شظايا العنصرية والكراهية تطايرت من الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا هناك معالم مخططات تحت الرماد. فالمطلوب أمريكيا قطع الطريق على التعددية القطبية، وهذا يستدعي ضرب روسيا من الداخل. هذا ما كشفته الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. فمن أين ظهرت فجأة كل تلك الأسلحة الحديثة والمتطورة في أوكرانيا والتي تبين أنها موجودة في كييف منذ وقت طويل؟ كلام سيرجي لافروف كان واضحا لناحية أن بلاده لن تقبل باستمرار وجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا، وأن على الغرب الامتناع عن إقامة منشآت عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وهذا الكلام في الواقع لا يأتي من عدم، فلدى واشنطن مختبرات جرثومية وكيميائية عديدة في أوروبا، وتحديدا في دول محيطة بروسيا كجورجيا مثلا. بالإضافة إلى ما تكشفه هذه الوثيقة عن موقع السفارة الأمريكية في أوكرانيا عن تعاون البنتاغون مع كييف في بناء مختبرات بيولوجية تحت عنوان الحد من التهديدات البيولوجية ومواجهة خطر تفشي الأمراض المعدية في العالم، وذلك من خلال تطوير ثقافة إدارة المخاطر البيولوجية. كما أن هذه الخارطة توضح أماكن انتشار المختبرات الأمريكية البيولوجية في أوكرانيا على نحو واضح. فلماذا إنشاء كل هذه المصانع الكيميائية وضد من؟ المفارقة أن الرئيس الأمريكي وقبل أن تنتهي المواجهة حسمها لصالح الروس، وإن كان الشعب الروسي سيدفع الثمن على حد قوله. فهل هذا يعني أننا أمام إعادة كتابة التاريخ؟ نظرة خاطفة على الدول التي فرضت عقوبات على روسيا مقابل الدول التي رفضت ذلك، من شأنها أن تقدم جوابا واضحا. عصر الأحادية القطبية انتهى. وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجمات الغربية على روسيا بالهستيريا والجنون، مؤكدا مواصلة دعم موسكو. بالرغم من الهستيريا والجنون الغربيين ضد روسيا، سنحافظ على علاقاتنا التجارية معها ومستعدون لبيعهم كل ما يحتاجونه. كما أن فنزويلا تدعم محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا برغم ما يقوم به الناتو والولايات المتحدة، حيث قاموا بالتحريض على هذا الصراع الخطر. نحن نرفض العقوبات والحملات ضد روسيا وندافع عن حق شعبها في الحرية الاقتصادية ضد الحصار. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. في فلسطين المحتلة أطلق شبان النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس فجر اليوم. كما اقتحمت قوات الاحتلال جنين حيث اعتقلت عددا من الشبان وأحرقت مركبة قبل أن تنسحب.
وفي القدس المحتلة رد أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم على اقتحام المستوطنين الحي بالأناشيد الوطنية ورفع العلم الفلسطيني على منازلهم، لذلك بعدما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منع إجلاء 4 عائلات من الحي. هناء محميد والتفاصيل. بعد سنوات طويلة من القلق اليومي خوفا من التهجير، سيبقى نبيل الكرد في منزله وفي قلبه شيء من الطمأنينة بعدما قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا استئناف عائلته و3 عائلات أخرى هي الجاعوني وإسكافي والقاسم بعدم إخلائها من منازلها في الشيخ جراح حتى تتم تسوية ملكية الأرض. إحنا لا فرطنا ولا قبلنا أي شيء أرادوا علينا. ليه؟ لأنه الأرض أرضنا والملك ملكنا وأخذناه من الحكومة الأردنية. هون في شغلة مهمة، بدهم ياخذوا الأرض بأي طريقة يراجعوا الحكومة الأردنية، ما يراجعوني أنا. الحكومة الأردنية ملكتني أنا و28 عائلة أسكن هون مقابل كرت المؤن. قرار المحكمة يسري على منازل في الجهة الشرقية من حي الشيخ جراح، أما هنا في الجهة الغربية فلا تزال التهديدات قائمة للاستيطان في منازل الفلسطينيين. نحو 3 أسابيع من العزل والحصار يعيشها السكان هنا بعد استيلاء المستوطنين على أرض إحدى العائلات والتهديد باقتلاعها من منزلها. وعلى ضوء تنظيم المستوطنين تظاهرة في الحي، عززت الشرطة الإسرائيلية من قواتها وألزمت الفلسطينيين بيوتهم. منعين كل أهل الحي يقعدوا باب دورهم، وممنوع حدا يدخل على الحي، وممنوع مش راضيين يدخلوا ولا حدا، وممنوع نقعد باب دورنا كمان. عشان شو؟ المظاهرة تبعتهم. تبعت المستوطنين. في حوالي جايين 200 واحد 300 واحد على الشيخ جراح. خلونا لحالنا، فيش ولا حدا. يحاول الاحتلال التضييق على التحرك الشعبي الميداني للمقدسيين، حيث أنه بات ورقة ضغط كبيرة تحول قرارات القضاء الإسرائيلي وتمنع الإخلاءات ولو مؤقتا. من جهة أخرى تتواصل استفزازات المستوطنين في قلب الحي تحت حماية شرطة الاحتلال نفسها. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. إلى سوريا، حيث استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، حيث شدد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود في مواجهة ما تقوم به الدول الداعمة للإرهاب من محاولات إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا والعراق وتهديد أمن البلدين، كما ناقش الجانبان مختلف المجالات، مجالات التعاون. أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أسماء المرشحين لانتخابات التشريعية المقبلة عن حزب الله، وخلال كلمة له شدد نصر الله على أن التشكيك بتأجيل الانتخابات انتهى وأن الانتخابات ستجري في موعدها. بالنقاشات الأولية والمبدئية من الواضح أنه في بعض الدوائر نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا سنكون في لوائح واحدة موحدة، وفي بعض الدوائر نحن ندرس وإياهم فكرة لأنه يمكن أن نكون في دائرة واحدة ولكن في لائحتين متفاهم عليهما. لأنه بتعرفوا القانون الانتخابي قانون نسبي في حكاية الحاصل وكم حاصل والكسر اللي بيجيب كمان بيجيب ممكن يجيب نائب إضافي. فمسألة في بعض الدوائر قد نذهب إلى لوائح واحدة في كل الدوائر، وفي بعض الدوائر قد تكون المصلحة الانتخابية لنا جميعا نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا أن نذهب إلى لائحتين. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن جلسة مجلس النواب التي منحت الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي بشاغة كانت حلقة من الكوميديا السوداء. وفي كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي، اتهم دبيبة البرلمان بالتزوير والتدليس في الأصوات بعد عدم تحقيقه النصاب القانوني، وأشار إلى أن الجلسة شهدت تصويت نواب لم يكونوا حاضرين.
رغم تأكيد وزارة التجارة التونسية ضخها كميات كافية، يتواصل فقدان عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية من السوق التونسية، ما أثار قلقا كبيرا لدى المواطنين، فيما اعتبر خبراء أن الإشكال الأساسي يكمن في المضاربة والاحتكار اللذين تغلغلا في الأسواق التونسية والسيطرة على منظومة العرض والطلب. سميحة البغاني. الخوف على أمنها الغذائي يسيطر على العائلات التونسية التي تعيش منذ أيام. مشقة الحصول على مواد استهلاكية أساسية فقدت من الأسواق، كما تشكو بعض المخابز من نقص في التزود بمادتي السميد والطحين، فيما يتعمد بعض التجار مخالفة التسعيرة الحكومية والرفع العشوائي لأسعار هذه المواد. المواد يقع بصعوبة باش يلقاها، ناقصة على الأخر، وهذه مشكلة كبيرة. معناتها مواد أساسية، هذه فارينة، سميت، معناتها حاجة باش ياكلها العبد، حاجة أساسية على الأخر. ثلاثة أربع شهور ما خديتش دبوزة زيت، نعاني. تعرف شنو نعاني؟ ناش ناخذ دبوزة بخمسة لتر، معناها ب 25 دينار ولا ب 30 دينار، بلي باش يقول باش نعطيها. علاش خاطر مضطر أنا. أنا واحد من الناس تعبت كما عدد كبير من الشعب التونسي تعب كيفي. ورأى خبراء في الاقتصاد أن السبب الأساسي لنقص المنتجات هو سيطرة لوبيات الاحتكار على التوزيع، إضافة إلى عدم إيفاء تونس بالتزاماتها المالية الخارجية في استيراد بعض هذه المواد. هناك إشكال كبير جدا، خاصة بعد تراجع التصنيف السيادي لتونس من طرف وكالة موديز، وهي التي يعني أضعفت مصداقية تونس على الإيفاء بالتزاماتها على مستوى التزويد بالمواد الأساسية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حذر في أكثر من مرة المحتكرين، مؤكدا أنه لن يتركهم يتلاعبون بقود الشعب، وسيضع المرسوم الضروري حتى يتحمل هؤلاء المسؤولية عن تجويع الشعب والمضاربة. معاناة التونسيين الاقتصادية والاجتماعية تزداد تأزما في ظل فقدان مواد أساسية وارتفاع أسعارها مقابل انهيار القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة منهم. سميحة البغانمي، تونس الميتين. فعاليات أيام الفجر الثقافية تستكمل برنامجها لليوم الثاني على التوالي ببرامج فنية وعروض إبداعية. فرح عمر. تحت عنوان التعددية الثقافية بين المواطنة والانتماء، افتتحت أول ندوة ثقافية ضمن فعاليات أيام الفجر الثقافية تكريسا لمنظومة القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية. ولأن الفن لغة عالمية تتفوق على كل فروقات اللغة والانتماء، كان لابد من معرض يحاكي حضارات متنوعة مع مجموعة من الخطاطين والرسامين والحرفيين الإيرانيين. أعمل في النقش على الخشب، وهذا الفن مشترك بين إيران ولبنان، لذلك أردت المشاركة في هذا المعرض للتعبير عن الصداقة والمحبة بين الشعبين. الكاريكاتور فن معروف عالميا ويمكنه إيصال رسائل عديدة، لذلك أردت من خلاله مشاركة مواضيع تهم بلداننا. باعتبار أن السمة الثقافية المشتركة للقاء اللبناني الإيراني ترتكز على قيم السيادة والحرية ومقاومة العدوان، افتتح الفيلم السينمائي أحداث الظهيرة للمرة الأولى في لبنان. الفيلم يحاكي أحداثا مهمة في تاريخ إيران، والشعب اللبناني هو صديق لبلدنا، لذلك من الجيد أن يطلع على أحداث الفيلم لعله يمكن أن يربطها بالأحداث التي تحصل الآن. وفي احتفالية جمعت نخبة من الموسيقيين والفنانين والمثقفين، كانت أمسية الأوركسترا الإيرانية زاخرة بالفن والجمال والعزف على وتر المحبة والصداقة والقيم الإنسانية. في فعالية أيام الفجر الثقافية تجسيد لتاريخ إيران الزاخر بالحضارات، وتأكيد أن الفن هو العنوان الأسمى لعلاقات الشعوب بعضها ببعض. فرح عمر، بيروت، الميادين. ومع هذا التقرير لزميلة فرح نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي كان فيها.
أوكرانيا تعترف بسيطرة القوات الروسية على خيرسون، والأخيرة تفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق المواجهات. أوستن يستبعد فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا تجنبا لمواجهة مع روسيا. وبلينكين يصف تلويح بوتين بالقوات الاستراتيجية بالخطوة الاستفزازية. موسكو تقرر طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة. شبان يطلقون النار على قوات الاحتلال في نابلس، واعتقالات في جنين بعد اقتحامها فجرا. المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، ولا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر، إنستغرام وكلوب هاوس.